رجعنا لكم مرة تانية وبعد ما شفنا واتكلمنا عن الميك اب والموضة في الميك اب لخريف وشتاء 2010-2011، هنتكلم عن الفساتين السواري والحاجات الابريمي دي. وفي الحقيقة النهاردة معانا مصممة ازياء شابة، حاجتها مختلفة جدا، واضح انها هتكسر الدنيا في القريب العاجل. خلونا كده نرحب بمصممة الازياء سالي ضياء الدين. سالي ازياء، ازيك يا شريف؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام، حاجاتك حلوه قوي لان شفتها قبل الهوا. الحمد لله. بس قولي لي بقى، بداتي ازاي في الفاشن ديزايننج؟ هو انا بدات من تانية جامعه. بتدرسي ايه؟ ادب انجلش. اوكي. وبس، وبعدين ابتديت اول حاجه على قدي، حاجه صغنونه كده من البيت، وكنت بعمل بالبيس. وشوية شوية الحمد لله ابتدت الديزاينز والفساتين تنول اعجاب ناس كتير، فالحمد لله فتحت الاتيليه بتاعي. فاكرة اول حاجة عملتيها؟ ايه؟ فستان ليا بصراحة. فستان ليك؟ كان سواري، والحمد لله ناس كتير قوي عجبهم، فابتديت اعمل منه بقى الحمد لله هو نمبر 1 عندي كبست سيلر يعني. لسه بتعمليه لغاية دلوقتي؟ فعلا. هنشوفه النهارده في الكولكشن؟ فعلا. طب كويس. طب قولي لي، عايز اعرف يعني اول حاجة بقى بعتيها كانت لمين وكانت ايه؟ اول حاجه بعتها كانت لكلاينت، كانت خطوبتها، وشافت ديزاين من الفساتين اللي كنت بعملهم، وعملت هو زيه تيبيكال، والحمد لله لحد دلوقتي لسه الكلاينت بتاعتي يعني. طب ده بيبقى شعور حلو. انت لسه متخرجه انت اتخرجتي من الجامعه؟ اوكي. بيبقى شعور حلو انت اتخرجتي وعلى طول فتحتي حاجه لنفسك، الحمد لله، وابتديتي تعملي مشروع وتبيعي وتكسبي. بالظبط، اكيد مش هنقول. بس قولي لي، بنات كتيره وشباب، ولاد وبنات في الحقيقه، بيبقى عندهم موهبه الديزايننج، بيرسموا كويس قوي، بس ما عندهمش الامكانيه الماديه انهم يفتحوا اتوليه. حلو النقطه دي. هل انك تفتحي اتوليه ويبقى ليكي البراند بتاعك، ده حاجه مكلفه، عايزه راس مال كبير؟ لا، انا عايز اقول لك لا خالص. البدايه بتبقى ازاي؟ بص، انا هقول لك الحاجه، هي الفكره ان في تو لاينز. انا لو برسم حلو قوي وبرسم سكتشز حلوه، لو بعرف انفذها، اصل السكتشز دي الواحد بيعمل فيها ابداعاته، فمش كل سكتشز ممكن تتنفذ. لكن الفكره لو انا بقى بتعامل اكتر مع ماتيريالز ومع خامات، بالظبط، مع خامات ومع ناس ومع حاجات تطريز وكده، دي انا هعرف ازاي اوظفها غير السكتشز. بس بدايه ان حد يعمل مشروع زي كده، عايز اقول لك ان هي مش مكلفه خالص، بس هي محتاجه حد يكون فاهم ازاي يتعامل مع الصنايعي، محتاجه حد يبقى مثلا يكون فاهم ودارس. بالظبط. انت درستي ولا مع نفسك؟ لا لا. هل بتعرفي تقصي، بتعملي باترون؟ لا، بس بتفرج على كل حاجه، بس اعرف ازاي بيتقص، ازاي بيتقص وازاي ده بيتعمل، وكل حاجه لازم اعرفها. طب انتوا برضو في شغلتكم غير شغل المصانع، يعني ما بتيجي تقصي بتقصي قطعه بالبيس. بيس واحده. مظبوط. غير المصانع بيحطوا قماش فوق بعض والمقص يخش يدوس. صح. فدي اعتقد بتبقى اسهل شويه. هي الفكره ان دي ريسكي، اللي هي المصانع لازم يبقى ليا، اللي هم احنا بنسميها لينا السوق بتاعنا، ولازم اضمنه 100%. اوكي. لكن بالبيس مضمونه اكتر، لان انا خلاص بيجي لي اوردر، فعارفه الاوردر بتاع الكلاينت وعارفه ان ازاي همشي بيه. طب خلينا نعرف منك كده، لو حد بيبتدي يعمل مشروع، ايه الحاجات اللي لازم تبقى عنده في الاول؟ يعني مثلا يبقى كم مكنه؟ مكنه واحده، مكنتين، مكنه خلص. اوفر، مكوى، مقص بالكهرباء، ايه؟ لا، مش مقص كهرباء ولا اي حاجه. هو يبقى عنده مكنه الخياطه العادي، ومكنه اوبر طبعا، لان دي بيتفنش عليها الفساتين، ومكوى بخار طبعا، مش مكوى زي بتاعتنا يعني. اوكي. والبنك اللي بنقص عليه. اوكي. بس هو دي تولز، ومش مكلفه يعني. دي ممكن حتى تتعمل في اوضه في البيت. مظبوط. بس طبعا هي ديبيندز اكتر، بتعتمد اكتر على برضه اللي شغال، لانه الشغال لازم يبقى شاطر طبعا، لان هو الفستان عندنا فينيشنج. والفينيشنج احنا دايما عندنا في مصر كنا بنعاني منه، ونقول عندنا في عيوب في الفينشنج، بس في الاونه الاخيره بالذات الديزاينرز اللي زيك الجداد ابتدوا يراعوا قوي موضوع الفينشنج. انا عايز اقول لك انه في ناس، في كلاينتس ما بتدققش خالص الموضوع ده. يعني لو مثلا فستان ما بتشوفش ازاي الفينشنج بتاعه، بس في ناس طبعا بتدقق. بس هي الفكره الفينشنج هو، بس انت كديزاينر بتبقي عايزه تطلعي احسن فينشنج. يعني ده في وشك زي بالظبط، لان هو ده اللي هيخلي فستاني يبقى يونيك. احنا كده اتكلمنا على بدايتك وقلتي نصايح للناس. قبل ما نشوف الفاشن شو، لازم اكلك شوكولاته. ناكل شوكولاته. بتحبي شوكولاته؟ بس مهم بقى ما تخنيش. لا، دي مش هتخنك. كوفرتينا. اوكي. هنشوف بقى دلوقتي. أوكي. نبتدي المودلز يتفضلوا. تمام. ونبتدي بناتالي. ناتالي، احنا الاول بس حابين نقول الاول. كلمينا بقى، عايزه تقولي ايه؟ قلتي كنت هتقولي في الاول، عايزه تقولي حاجه، اتفضلي.
هو الاول احنا بس عايزه اعرف ان احنا الفساتين اول حاجه عندنا مش محجبات، وبعد كده نخش على المحجبات. اوكي. الفستان ده بص هو خامته سيمبل قوي وبيعتمد بس على الماتشنج بتاعت الالوان. الابيض واسود بالظبط. انا منزله النهارده كام حاجه كتير، اوف وايت في اسود، ابيض في اسود، طالعين موضه قوي. اوكي. فهنا القماش عندي فوق دانتيل، والبلت عندي ساتان، وتحت الخامات عندي شيفون، خامه جديده اسمها شيفون ساتان. اوكي. بس والاكسسوارز هو بروش الماز اللي على الحزام، يعني ده القصه بتاعته الامبير. مظبوط. اوكي. وطبعا عندي البروش ده ريموفبل، يعني ممكن واحده تحطه واحده لا. اوكي بتاعته. على حسب. انا تاني كان يو تيرن بليز. ده بقى ينفع المناسبه اللي تلبس فيها فستان ده زي ايه؟ مناسبات كتير، بس طبعا يعني كل حاجات ابريمي دي فرح خطوبة. اوكي. تعتمد اكتر على كده. اوكي. خلينا نشكر ناتالي. ثانك يو. ونشوف تانيا. الفستان ده بقى بيعتمد اكتر على الالوان. بس اول ما تقف حتى هتتكلمي. اتفضلي. اتفضلي. الفستان ده اكتر الوانه هي يعني ال يعني مور برايتفل يعني، والوانه هي الجديده فيه ان هو دي جرادي، فوشيا بجراي باسود. يعني هنا انت شايفه ان القماشه هي اللي بتلعب الدور اكتر. هو هنا فيه بس درابي على السيد. بس كده، وغير كده هو القماشه انا عايزه اقول لك ان هي جيرسي. اوكي. وده برضو ابريمي دي بنوتاتي يعني بنت صغيره.